أنا أعجب من إنسان عرف الإسلام وعرف كيف أن الإسلام في عقائده وفي تشريعاته وأحكامه وآدابه كل ذلك يكون نسيج السعادة والصلاح لبني آدم لهذا الإنسان ويحميه بواسطة الإسلام وتنفيذه من الفساد. أعجب من واحد يتأفف من هذا الإسلام وهو مسلم ويعيش في مجتمع إسلامي ودائما بيحلم إذا ذهب إلى داره ووضع رأسه على وسادته يحلم بالعلمانية وبيتحدث صباحا مساء بالعلمانية. طبعا كلمة العلمانية إذا أردنا معناها اللغوي ما حدا بيقول لا، الإسلام ما بيقول لا. إذا أردنا المعنى اللغوي، معنى اللغوي للعلمانية يعني العلم، الإسلام دين العلم. يوجد الإسلام حيث يوجد العلم ويغيب الإسلام حيث يغيب العلم، لا. لكن كلمة العلمانية التي يعشقونها هي المصطلح الأجنب سيكولاريزم، يعني الدنيوية، هو يعني الحقيقة هذه ترجمة غير دقيقة، يعني هي أصلها أن يتجه الإنسان إلى الدنيا وأن لا يبالي بالدين وأن يهتم بدنياه فقط، هي أصل ترجمة الكلمة. لكن جملوها وقالوا العلمانية. فهذا التعبير بهذا المصطلح ماذا يعني؟ يعني أن الذي يقول هذا الكلام يضيق ذرعا بثوب الإسلام، مو مصدق بده يشلحه، عم يشلحه وعود عاري على كيفك. بس لا تلزم المجتمع بما تعشقه أنت، المجتمع كله مسلم تشهد بذلك مآذنه الباسقة، تشهد بذلك مساجده العامرة الفياضة بالمصلين، تشهد بذلك، يشهد بذلك تاريخ الأمة، يشهد بذلك نبضات الإيمان الموجودة في المشاعر. بدك علمانية، حقق العلمانية ببيتك تصطفل. إذا كان المراد حرية العقيدة الإسلام ضمينها قبلك. المجتمع الإسلامي عندما ينهض بالمبادئ الإسلامية الراسخة، نعم، هو أول من يكفل حرية الاعتقاد في الدنيا. نعم، ألا لا يفتنن يهودي عن يهوديته ولا نصراني عن نصرانيته. نعم، هذا شيء معروف. لك أن تضيق ذرعا بالإسلام كما تشاء، لكن ليس لك أن تفرض ذلك على الآخرين. هذا لا معنى ذلك، أنك تفقدهم الحرية. أنت مبسوط كثير من العلمانية لأنه فيها حرية، بس أنت عم تعدم الناس الحرية. أنا ما بدي علمانية، ليش عم تفرض علي؟ أخواننا كلهم ما بدهم علمانية، بدهم الإسلام الذي عشنا له واعتنقناه ولسوف نلقى ربنا ونحن نقدم شهادتنا لله عز وجل أننا عشنا ومتنا وحيينا، وهذا هو مبدأنا ومعتقدنا. هذا اللي بدي أعمله. ما بدك تروح تصطفل، أما لا تجبر الناس. فإذا أنت تحارب الحرية، أنت تحارب الحرية.